السلام عليكم غسالات ديالي. اليوم غنصايب معكم هذا البلاطو كما كتشوفوا، فهو صبغته على الطريقه اللي دابا مشهوره بزاف في اليوتيوب، ديال انه كنديروا الجليتر يعني البريون مع لاكول وكندوزوهم، كنديروا هذوك الاشكال كما كتشوفوا، من بعد كنصبغهم اللور وكنخليه حتى كينشف. المهم كديروا نتوما الالوان اللي عجبكم، فانا اختاريت الاحمر مع اللون الجري. من بعد فخليتهم تنشفوا درت هاد سميتو القابط، هاد الديدات كيف ما كتشوفوا، درت لي حتى رجيلات درتهم بهذوك لي باغ الكبار، وكما كتشوفوا فهنا انا غادي ندوز عليه هاد لي باغ هادو كامل من جناب، وتبع معايا الى الاخير ديال الفيديو. كما كتشوفوا غادي من بعد غادي ندوزو ندير واحد الجوله في بريمارك ونشوفو شويه ديال السيكان، ومن بعد نشوفوا الهدية الزوينة اللي جبتنا لالا هيام. خليكم معايا الى اخر الفيديو. هنا كما كتشوفوا الغزاله ديالي فهو جا انيق ورائع ولماع وعاطي المنظر، عاطي النظره. كنتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم. كما كتشوفوا هنا فانا مشيت نضرب نظويره في بريمارك، كاينين اثمنه اليوم زوينين صراحه، ما صورتش بزاف ولكن المهم نصور لكم بيجامات، كاين بيجامات موجودين صراحه، كاين اثمنه اليوم ماشي كتير كبيره
كان 8 أورو 12 أورو. يعني بيجامات اللي هما زويونين. احنا مشينا السكان، فانا جزنا السكان ديال الكيس. كاين هادو، كاين 30%، 40%، 50%. المهم دايرين اسمنا اللي هما زوينين مناسبة. فاش كيكون سكونتو صراحة كيكونوا مناسبين، لأن يعني كتاخدي هنا اليوجو، كتاخدي واحد الساك اللي كيبقى عندك، يقدر يبقى يضرب عندك عام ولا عامين ولا 3 سنين، المهم كيبقى زوين لا حافظتو عليه. فهادو كيحمقوني انا ديال ميكي ماوس، فهما ديال جيس كندون نيس. فهما زوينين بزاف بزاف بزاف. ما كرهش ناخد واحد لي انا هذاك الكبير، ناخد بنتي الصغيور نجيو انا وياها لابسين بحال بحال، رائعين جدا. حتى الجلد ديالهم تا هو زوين. هنا الكادو اللي جاب جاب ولدي الكبير لخواتاتو، فهو جاب ليهم كامبر ديال باربي. دوماندا ليهم من امازون، شوفوا الفرحة ديالتهم فاش كيحلو فيه. فهو رائع زوين، فيه كل شيء، اي حاجة كتخيلها فهو كاين فيه في هاد الكامبر هذا. الخنفوسة ديالو هي ما هي فرحانة. فيه الطبلة، فيه المعالق، فيه الفرشيطات، فيه الباربيكيو، فيه كل شيء، فيه بيسين صغير، فيه باركة صغيرة، يعني كل شيء كل شيء كل شيء. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ولا كنتو اول مرة كتدخلو ما تنساوش تضغطوا على